ارتدى قميص الغريمين في مانشستر وأيضا الغريمين في القاهرة، طور مشواره بالحصول على شهادات في التدريب من بلجيكا وإنجلترا. أهلا بيك كابتن حسين ياسر محمدي، فأول لقاء كمدرب. أهلا بحضرتك يا كابتن. أول حاجة عايز أعرفها، موضوع تدريب شباب 2003 ابتدى إزاي معك؟ البدايه كانت من فين؟ بدات في شهر 12 اللي فات، احنا النهارده في شهر مارس، يعني نقول ديسمبر يناير فبراير مارس، اربع شهور تقريبا. فالحمد لله ان اولا الموضوع ابتدى ازاي، ان انت يعني بدات ازاي التدريب ده؟ اول تدريب ليك في مصر صح؟ في مصر، جوه مصر، لان انا طبعا الفتره اللي فاتت كنت ما بين بلجيكا ومصر وما خدتش قرار في التدريب. انا طبعا بطلت تقريبا من 3 4 سنين، وبعد ما بطلت على طول كنت اكيد زي اي لاعب بيفكر ايه الواجهه المقبله في الرياضه، هتبقى سواء تدريب سواء اداره سواء اعلام، الكلام ده كله بحب ان انا يكون عندي معلومات اكتر عن كل حاجه. يعني في مجال الاداره حابب اتعلم، مجال التدريب حابب اتعلم، الاعلام نفس الشيء، في كل حاجه اكيد هتبقى متعلقه بالرياضه والكوره، لان السنين اللي فاتت كلها بلعب كوره، مش هقدر ابقى دكتور النهارده او مهندس. فطبعا حاولت ان انا اطور نفسي، اكيد اللعب والخبرات اللي في الملعب مختلفه تماما عن التعليم دلوقتي، وكرة اتطورت كتير، فكان لازم ان انا ادرس كمان، مش بس يعني الموضوع كله عملي، المفروض ان في شغل نظري كتير جدا في الكوره دلوقتي. حضرتك اخذت شهادات من بلجيكا وانجلترا، فهو طبعا حتى القوانين اتغيرت، النهارده ما فيش اي مدرب يقدر يكون موجود بدون لايسنس. يعني دلوقتي حتى الشهادات في الفيفا والكلام ده كله، اتحاد اوروبي او اتحاد افريقي او اتحاد اسيوي، كل ليفل من السن معين للعيبه بيبقى ليه شهادات معينه، شهاده معينه، مش مجرد حضرتك لعبت كوره فحضرتك تبقى مدرب. لا، حتى عشان اشتغل في اي مكان دلوقتي الاتحادات نفسها لازم تقبل ان يكون المدرب عنده شهاده في التدريب. وطبعا تبدا من السي الاساسيه، وتبدا بعد كده البي، تبدا بعد كده الاي، واخر حاجه البرو لايسنس. البرو لايسنس اللي هي طبعا اكيد كل المدربين الدرجه الاولى سواء على مستوى الوطن العربي او في اوروبا أو في اي مكان لازم عنده برو لايسنس انه يكون مدرب. الاي لايسنس طبعا بتساعد كتير، ممكن يبقى يكون مدرب في الفريق الاول، وممكن يكون مساعد مدرب. بالنسبه للبي تخصصها اكتر في طبعا قطاعات الناشئين من سن 12 لحد 18 و19 سنه اللي انا شغال معاهم دلوقتي، والسي طبعا بتبقى الاساسيه للبراعم والحاجات دي كلها. فطبعا كان لازم اطور نفسي واتعلم. طبعا الاتحادات كلها بتشوف الفرق بين اللعيبه بالنسبه للمستوى الدولي، اي لاعب عنده رصيد دولي. طبعا لعبت عشان لعبت في منتخب، ركبت اصلا بدايتك كانت احترافيه يعني، مظبوط. والدوريات اللي لعبت فيها فدوت سهل ان انا بدل ما ادخل السي ادخل البي دايركت، فدي بتفرق ليفلز مع اللعيبه. فدخلت البي في انجلترا وفي بلجيكا، والحمد لله خلصت دوره البي، ولازم يكون في فترات ما بينهم. دلوقتي انا شغال في الاي، الاي لايسنس. حضرتك قلت دي بتاعت الفريق الاول. طبعا الفريق الاول، فحصلت على النص الاول من دوره الاي، ودلوقتي في الصيف دوت ان شاء الله في شهر 6 هنكمل الجزء الثاني ان شاء الله، وربنا يسهل من الفتره اللي جايه دي. انا سعيد بالخطوه اللي انا خدتها دي طبعا في نادي الزمالك، رجعت بيتي ثاني ورجعت مع مجموعه كويسه جدا. ما تقلقش يا كابتن، حضرتك جاي على يعني فريق مش محقق نجاحات قوي في المركز التاسع، حضرتك مسكته هو كان في المركز التاسع. طب دي مش حركه يعني حاجه تقلق ان اول تدريب ليك في مصر يبقى مع فريق مش محقق خالص نجاحات؟ انا الحمد لله طبعا بالنسبه لي التحديات ما بخافش منها، وخاصه ان انا حتى لو انا كنت لاعب لما جيت نادي الزمالك، انا فاكر دلوقتي بمناسبه الكلام لما جيت مع كابتن حسام حسن كان ترتيب الفريق كان اعتقد المركز 13 حتى، وكان في كبوه في 2010 و2011 وكان في مشاكل، كبوات مستمره الحقيقه للاسف. لا جيت وحصل طفره كبيره جدا وتغيرت خالص الامور، وقعدنا اسابيع كتير الحمد لله ظبطنا الامور مع كابتن حسام ساعتها، وطلعنا من المركز دوت لساعتها اعتقد كنا نهينا الدوري الثاني ساعتها، وكان في منافسه وكان في الكاس ومنافسه كبيره لغايه سيمي فاينلز. يعني الكوره دايما فيها متغيرات، فبالنسبه لي ده نفس الحاجه النهارده لما لقيت الفريق في المركز التاسع. طبعا خدت انا الفيدباك بتاعهم، كانوا هم السنه اللي فاتت بطل دوري، مش فريق اي كلام، لكن احنا بنعيش على الذكريات في الكوره بالظبط، في الملعب لازم احنا بتوع النهارده في الكوره، والناس اللي بتحب الكوره وبتتابع عايزه اللي بيحصل النهارده مش عايزه اللي حصل السنه اللي فاتت. فكان كنت شايف ان في ممكن خامات كويسه اشتغل معاها ان هي تقدر تساعدني ان انا بفكري واسلوبي ان انا افرض عليهم او هم يفرضوا اسلوبهم عليا كمدرب.
مدرب ان احنا نشتغل مع بعض، لكن الحمد لله خدت الخطوه ما ترددتش. كلمني طبعا كابتن حمد انور وانا في بلجيكا وطلب مني ان انا اكون متواجد معاهم. الترشيح الاول من كابتن حماده طبعا هو اللي رشحني ان انا اكون موجود، وطبعا بموافقه مجلس الاداره اكيد القرار كان مستشار مرتضى وامير مرتضى كمان، الموافقه كانت منهم من قبل ما نجي، وعلى اساسه كلمني كابتن حمد انور ان انا اكون موجود وجيت وقبلت التحدي دوت. والحمد لله لو رجعت خطوه لورا تاني واقول اليوم دوت قبل ما اجي ان احنا كنا فعلا في المركز التاسع والنهارده المركز الاول، ما كنتش اتوقع واحلم كده، بس انا عارف بالشغل والمجهود والتعب في نتيجه بتيجي في الاخر. حضرتك ذاكرت على الفريق كتير واشتغلت معاهم من كل النواحي. ذاكرت كويس جدا الفرقه، ومش عايز انسى دور طبعا كابتن احمد عبد الرؤوف كان هو اللي ماسك الفرقه دي، ولعبت معاه شخصيا مع كابتن احمد، لعبنا مع بعض وكان هو اللي ماسكهم فتره، وبعد كده جه عامر صبري وجه حسام اسامه كباتن كبار ونجوم كانوا في نادي الزمالك، كانوا هم اللي كانوا متواجدين مع الفريق بقالهم فتره، وخدت معلومات كلها منهم وساعدوني فتره كمان مع الفريق من اول ما جيت لحد ما وصلت ان انا قدرت ان انا اعرف العناصر اللي عندي واللعيبه. يمكن اللي كمل معايا اكتر كابتن حسام اسامه كمل معايا فتره، ودلوقتي هم طبعا كلهم في فريق تاني في دوري الممتاز بيه مع فريق مصر السلوم، كلهم كجهاز فني جهاز ناجح جدا كمان، وساعدوني فعلا ان انا كملت المشوار مع الفريق. لكن الكبوه دي زي ما قلت حصلت في البدايه من بدايه الموسم، وهنا العقليه كان ليها دور. في اربع شهور حضرتك يعني عرفت تنقل الفريق لحته ثانيه. دي بقى كان ده كان خلاص انا استلمت المهمه، فكان قدامي بقى ان انا تحدي كبير جدا، ان كان صعب بالنسبه لي ان اشوف نادي بحجم نادي الزمالك واسمه واللعيبه اللي موجوده والامكانيات، وان هم كانوا بطل السنه اللي فاتت ويبقى في المركز التاسع. فده وارد في الكوره بيحصل لكن كان التحدي بالنسبه لي ان انا ازاي ارجع لقمه تاني، وده اللي انا الحمد لله في خلال خد وقت مني ومجهود طبعا، ان في حاجات كتير مش بس في الملعب، في حاجات كتير بره الملعب كمدرب. طبعا في جوانب كتير، يعني الكوره عامه الجوانب بتاعتها بيبقى كل جزء فيه، سواء نتكلم عن النواحي البدنيه سواء الناحيه التكتيكيه الخططيه والكلام ده كله، سواء الناحيه الفنيه اللي عند اللعيبه، في جانب مهم قوي اللي هو جانب المينتال بتاعهم والناحيه النفسيه دي العقليه، ازاي ان انا كل المجموعه دي 30 لعيب عندي اتعامل مع كل واحد بعقليته واسلوبه واوصله لمرحله ان هو يوصل لافضل ما عنده، فدي تبقى اصعب حاجه على المدرب. السن صعب كمان اعتقد، التعامل مع السن ده برده مش سهل. يعني انا بتعامل مع 19 20 سنه، يعني في مرحله مراهقه، مرحله نضوج، المفروض ان هم خلاص اول ستيب في الفريق الاول، لان اللعيبه اللي عندي انا شايفها سواء 2003 او 2001 كلهم لعيبه درجه اولى. يعني ما ينفعش ان هم يقعدوا كتير في قطاع الناشئين بالمستوى دوت، وفي لعيبه بتروح المنتخبات ولعيبه عندها دلوقتي عقود محترفين يعتبر بروفيشنال، فمش هيقعد فتره كبيره في الناشئين، فلازم يكون جاهز من دلوقتي. بتعده ان هو يبقى جاهز بالظبط. انا مهمتي ان انا مش حتى يعني كان الهدف في الاول وفي الاخر من القطاع مش ان احنا نكسب بطوله ونقول ان احنا دي حاجه كويسه تبقى بلس، بس انا عايز اجهز لعيبه تبقى جاهزه للفريق الاول. نبني لان دول لعيبه المستقبل، هم اللي هيلعبوا للنادي وهم اللي هيلعبوا في مصر، فده بالنسبه لي مهم جدا ان يطلع من تحت ايدي ناس خدت الخبرات اللي انا شفتها في سنين. فبس عشان اوصل للمرحله دي زي ما قلت محتاج مجهود كبير جدا معاهم، لان دول مش كمان مش 16 او 15 او 14 او 13، دول خلاص يعني بتعامل مع رجاله كبار ليهم كاركتر كمان، كل واحد عنده الكاركتر بتاعه، كل واحد ما بيقبلش بسهوله المعلومات ان هو تدخل معاه في دماغه على طول ويكمل على كده، ما فيش حد فيهم بيقدر ممكن يبقى مستوى ثابت. فكل دوت المهم بالنسبه لي ان انا كنت اعمله، وده الحمد لله ان انا قدرت ان احققه. سين حضرتك يعني انا لما يعني عماله راجع في السي في انا تهت من كتر النوادي والاحتراف اللي حضرتك كنت فيه، هل يعني الاختلاف النوادي اللي حضرتك رحتها، وحضرتك يعني كنت في اليونايتد وفي السيتي وفي الاهلي وفي الزمالك وطبعا وفي بلجيكا وفي بلاد كتيره، هل الاختلاف النوادي والبلاد اللي حضرتك احترفت فيها فرق معاك كمدرب بقى في الرؤيه في التعامل؟ طبعا، يعني انا يمكن وانا لاعب كان مرحله الاستقرار دي مهمه لاي لاعب، لكن انا سعيد ان انا يعني شفت كل حاجه في الكوره زي ما بيقولوا، ما كانش بالنسبه لي لما احترفت بره في اوروبا ما كانش الامور بالنسبه لي بقت خلاص، العقليه بدات تشوف كل حاجه. فاحنا واحنا بنلعب هنا في مصر او اي لاعب عربي عامه بيبقى موجود في بلده في وسط اهله وناسه والكلام ده، الحياه بالنسبه له بتبقى ماشيه كده. ليه؟ لان هو مع اهله وعيلته واصحابه فخلاص هو ما عندوش، لكن لما بيطلع مكان جديد بالنسبه له فالحياه بتفتح بالنسبه له كده، فبيشوف كل حاجه فيها. فانا لعبت في افريقيا، لعبت في اسيا، لعبت في اوروبا، صحيح كان مشوار صعب شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا، بس انا شايف ان انا استفدت منه كتير دلوقتي
لما اتكلم بقى عن السنين فاتت طبعا لان انا شفت جميع المدارس اللي اتمرنت معاها سواء اوروبيه او سواء افريقيه او سواء من امريكا اللاتينيه، اتدربت مع مدربين كتير جدا فشفت كل حاجه في الكوره، فانا اكيد ان انا بالخبرات دي المفروض ان انا اساعد الاجيال دي واديها بقى اللي انا شفته من الحاجات الكويسه اللي انا شفتها، وتعلمت من الحاجات السلبيه لان هم بيلعبوا دلوقتي في بدايتهم هيشوفوا حاجات سلبيه كتير كمان مش كله ايجابي، عايزهم يتفادوا بقى اللي حضرتك. فانا بخبراتي المفروض ان انا اتفادى الحاجات دي واحذرهم منها ويبقوا عارفين ان هم هيقابلوها، لان مش كلهم هيقعدوا معايا طول السنين، فانا بجهزهم كل المهم بالنسبه لي. وكانت الاهم بالنسبه لي العلاقه بينه وبينه، العلاقة بين أي مدرب واللاعب بتاعه دي عليها علامة استفهام كتير جدا. تقدر حضرتك ممكن تطلع من اللاعب نفسه حاجات طاقات وحاجات هو ما كانش واخد باله منها. مدرب بيخلي اللاعب يطلع 200% من اللي عنده ولا 100%، وفي مدرب ممكن يخليه يطلع 5% 10%. هنا بيفرق مع اللاعب الكونكشن اللي بينه وبين المدرب بتاعه، الحب اللي بينه وبين المدرب بتاعه، زي في المدرسه بالظبط لما حد بيجي يتعلم حاجه وانا متقبل المعلومه من الاستاذ بتاعي. احنا دايما الاهالي والاباء بيعانوا اكتر ان هم يدوا رساله لابنائهم، ليه؟ لان ما بيبقاش تقبل زي ممكن من صاحبه ممكن معلم بتاعه. فهنا بقى الدور بتاع المدرب ان هو اللينك بينه وبين المدرب. وانا اول حاجه لما جيت واتكلمت معاهم اديتهم الجرأة ان لازم اي لاعب من حقه يتكلم، في دايما مدربين طبعا مش واخدين عليها يا عم. لا دي المشكله هنا، يعني المشكله هنا ان اللاعب بيخاف يتكلم مع المدرب بتاعه لان طالع من صغره المدرب بيشخط وبيزعق وممكن تنفذ الامر زي ما بالظبط، بيحس ان هو في امور حازمه شويه. لو قلت لهم مش عيب ان انا اجي اتكلم مع المدرب بتاعي واقول له انا ما بلعبش ليه كده يا كابتن. لا هي الموضوع اللي انا قلته لهم مش عيب ان اي حد في ال 30 لعيب يجي يقول لي انا ما بلعبش ليه، الاسلوب اللي هيقول بيه طريقه معينه يجي يتكلم بيها حقك اللاعب، لان انا كنت بلعب وعارف لما كنتش بلعب كنت بتضايق، بس هل انا هغضب من مدرب؟ هل هتضايق هديله ظهري؟ مش هاجي اسلم عليه، مش هاجي اكلمه. انا وصلت للمرحله دي معاهم ان هم كلهم لعبوا دي نمره واحد ولازم ابقى امين معاهم في دي. انا بلعب 25 لعيب مش 11 لعيب. وتاني حاجه ان انا وصلتهم ان كلهم مش خايفين ان هم يجوا يكلموا، مش خوف، صداقه بينكم يعني مش خوف، الموضوع مش خوف، الاهم كله ان هو يجي بيجي بكل ادب وباحترام بيسال انا ايه. انا قلت لهم رساله واحده وصلها للمدرب بتاعي، انا ايه ناقصني عشان العب؟ مش هاجي اقول انا بلعبش ليه، لكن انا اجي اقول انا ايه ناقصني عشان العب، وانا المفروض دوري كمدرب يبقى عندي اسباب فنيه اقولها للاعب بتاعي. فلما اقول له ان انت كويس وانت هتاخد الفتره اللي جايه وانت هتلعب وانت ناقصك ان انت بدني شويه وحش وانت ناقصك خدت لعبت، بس لازم اديهم الفرصه، ما انا ما ينفعش احكم على لاعب وما اديهوش فرصه. وانا كنت جاي جديد كان لازم ادي الناس كلها فرصه، بس اكيد التوقيتات انا بخبراتي برضو لازم، ما عنديش مباراه قويه جدا النهارده واحد بقاله سنه ما بيلعبش ولاعبه واحكم عليه في مباراه، في حاجات كتير. يا حضرتك اشتغلت فني ونفسي معاهم في نفس الوقت، كله مع بعض، كله لازم، يعني زي ما قلت لك هي اضلاع كتير قوي بتشتغل في التدريب، وخاصه ان انا النهارده مشتغل مستوى قطاع الناشئين مختلف جدا عن الفريق الاول. الفريق الاول الامور اسهل فيه، ليه؟ لان انا عندي مساعدين كتير وعندي كل جزء، اللي عندي مدرب احمال، عندي اناليست، عندي انا ما عنديش الكلام ده كله ورا حضرتك لو في الاول لكن انا دلوقتي النهارده في القطاع ما عنديش فكان دايما الكونتاكت دايما معايا انا اللي برقص كل حاجه. دي ميزه برضو يا كابتن صح؟ يعني هي عيب طبعا بس ميزه ان حضرتك اللي بتنفذ رؤيتك. طبعا معنا دلوقتي انا الخبرات اللي انا مبسوط منها والحاجات، لان انا اللي باخد، انا صاحب القرار، مختلف تماما ما هروح اشتغل انا النهارده اكون مدرب مساعد او بدات كمدرب مساعد، مش انا هكون صاحب القرار بالنسبه لي، لكن انا عندي الخبرات كلها الخبرات كلها اللي عندي، ما اعتقدش ان انا اروح واستنى كتير ان انا اقول طب انا ممكن اعمل كده، طب انا هل في امكانيه كده. لا انا دلوقتي مبسوط ان ما ينفعش، وانا لعيب بدات وانا عندي 20 غير ما كنت 21 غير ما كنت 22 وبدات في انديه صغيره، بدات اكبر. التدريب نفس الحاجه، انا ممكن النهارده باسمي او امسك فريق كبير ما عنديش مشكله، انا جاهز للكلام ده وجاهز ان انا اعمله وقادر ان انا اشتغل مع كل، لان هي بس ما ينفعش ان انا اروح بسرعه لان انا ما عنديش الخبرات هي الغلطات اللي عاملها هي اللي هتبينني. فلما اغلط في قطاع الناشئين وعندي ما عنديش مشكله ان انا اعمل اخطاء، لان انا هعمل اخطاء كمدرب كمان، فده بيبين لي الشغل بتاعي بقى كده، لما اطلع فوق هيبقى عندي كريدت اكتر اتفادى الاخطاء دي كمدرب. فده اللي خلاني قبلت في البدايه ان انا ممكن اكون دلوقتي مثل، لكن انا صاحب قرار فعلا وانا اللي بعمل التشكيل بتاعي وانا اللي بعمل تدريبات وحدات التدريبيه وانا بعمل كل حاجه، وان انا اشوف فرقتي في خلال 3 شهور من المركز ده لده دي المعادله الصعبه ان واحد يعملها، يعني ده لوحده شهاده تكريم. ودي بالنسبه لي لسه بدري، يعني زي ما قلت انا وصلت للولاد كان بالنسبه لي مرحله ان انا بلبس تيشيرت نادي الزمالك
هي دي بقى المشكلة. النهاردة أنا بلعب في نادي كبير جماهيريا، نادي كبير جدا، إعلاميا كل حاجة فيه كبيرة، ومن أكبر أندية إفريقيا مش بس مصر، وبنتكلم عندكم ملايين بتشجعكم والناس بتحب النادي والناس بتحب. فالناس دي ملهاش دعوة باللي بيحصل بره الملعب، هي عايزة اللعيبة تشوفها دايما ايديال بالنسبة لها، في الأخلاق قبل كرة، في الملعب فنيا، في كل حاجة. فالسبوت محطوط عليا، فلو انا ما قدرتش اوصل اللعيب ان هو يبقى في المكان دوت من صغره، انه لما يكبر يدي للناس دي الحب اللي هيديهوله سنين مش بس دي حياة، فلو هو ما ادالوش الكلام ده تاني ورجعوله مش هيبقى في مكانه. فدوت اللي هم الحمد لله زي ما قلت لهم ايه، النهارده انا اول دوري وباقي 10 مباريات، ان انا النهارده ما افضلش ماشي بنفس الطريقه، وحتى لو وصلت للمركز الثاني في اخر اسبوع هيفتكر لي ان انا خسرت البطوله دي بطوله. صحيح. لكن انا زي ما قلت ايه، لازم اوصله العقليه دي. لكن ان شاء الله انا يعني واثق ان المجموعه اللي معايا دي، في مجموعه كبيره جدا منها بالمستوى الفني بتاعها كفردي عندهم امكانيات كتير، لكن كان في مشكله جماعيه. الجمعيه عندنا الجمعيه عندنا بالذات في اللعيبه اللي عندنا، دايما المواهب في مصر مواهب كويسه جدا فنيا، بس الموضوع الناحيه البدنيه، الناحيه العقليه زي ما قلت، وناحيه اللعب، الناحيه العقليه دي في اللعب الجماعي مع نفسنا، عندنا لعيبه فرديين كويسين قوي بس ما بيعرفوش يلعبوا جماعي، وكره لعبه جماعيه مش لعبه فرديه. يعني انا قلت لهم اللي عايز يلعب لعبه فرديه يروح يلعب تنس بالزبط. بينج بونج، يلعب اي حاجه لوحده ويطلع، لكن الكوره ما ينفعش فيها واحد. فده اللي انا الحمد لله حققته معاهم، وبقينا بشكل جماعي نشتغل كويس قوي، سواء دفاعيا او هجوميا والكلام ده كله، والشغل التكتيكال زائد العقليه. طب كابتن، تجربتك في الاهلي دايما بتتكلم ان هي انتهت برضو يعتبر بسرعه بسبب مدرب جوزيه، بسبب جوزيه هو يعني كان يمكن ليه جزء او يد اكبر ان انت ما تكملش، وجي بعد كده حسام البدري نفس العقليه ونفس الطريق، فحضرتك ما قدرتش تكمل في الاهلي. حضرتك رحت الزمالك مع حسام حسن، وكانت بدايه حسام حسن برضو كمدرب، وتالقت بقى. بالظبط. حضرتك شايف المدرب هو اللي ليه اليد، او هو اللي فيه عنده كده مفتاح يقدر ينزل لاعب تحت خالص او يطلعه فوق؟ يعني حضرتك كمدرب لما بتفتكر الخبرات دي بتتعامل ازاي؟ انا لسه قايل لك من شويه، انا اللي المفروض اطلع اللاعب الامكانيات، لان انا لما كنت في الاهلي ورحت الزمالك هو حسين ياسر محمد اللي كان بيلعب هنا من شهر راح هنا كسر الدنيا. بس كابتن، في يعني بعض اللعيبه او بعض يعني اللي بيبقوا اصحاب مراكز مثلا بيفتكروا اللي حصل معاهم قبل كده وبيطبقوه هو ما هي دي المشكله. انا بحاول اتفادى مع المجموعه اللي عندي. الكره زي ما قلت لعبه جماعيه، وما ينفعش فريق بينافس على بطوله يلعب ب 11 لاعب، بس هتضطر ان انت في اول في الاخر بتلعب 11 لاعب، دي حقيقه. لكن في مجموعه بره ما بتلعبش، يعني انا بالنسبه لي دكه الاحتياطي هي اهم من الناس اللي بتلعب، لان الناس اللي قاعده بره دايما في العقليه عندها ان انا ما ببداش يبقى انا مش مهم عند المدرب، او هو بيفضل ده عني، لكن انا معظم تغييراتي اللي بعملها هي اللي بتكسبني. فانا لازم اوصل لعيب كمان ان اللاعب اللي قاعد على الدكه بره ما بداش مباراه مش معناه ان هو مش كويس، لان انا بعتمد عليه في الاوقات الصعبه اللي انا بنزله، لان دي كروت معايا انا دلوقتي. يعني لما بعمل تغيير والناس تنزل تكسبني معناها ان انا قدرت ان انا اوصل لمرحله معاهم ان هم عارفين الناس اللي قاعده بره دي مهمه اكتر من الناس اللي بتلعب، لان هم بينزلوا يصنعوا الفارق. ودايما في المباراه بيحصل تغييرات كتير في 90 دقيقه لغايه 97 دقيقه بنلعب مش 90، فكل حاجه ليها وقتها. ممكن النهارده ابدا عشان ادي الدور اللي انا عايزه منك، وممكن مباراه بكره هلعب بشكل تاني خالص. والميزه ان انا الحمد لله خلقت ما بين ان كل مركز عندي يبقى فيه 2 لعيبه او 3 كمان، ودي عملت منافسه كويسه ما بينهم، بقى ما حدش عارف مين اللي بيلعب مين اللي ما بيلعبش. دول كانوا بيفتقدوا الحاجات دي كتير يعني. وفي مدربين بتحب تلعب ب 11 لاعب و3 4 لعيبه بتغير خلاص، هو ده فكرهم. هل ده غلط؟ لا مش غلط، انا بحب ان انا لاعب ال 11 دول وبغير عليهم 2 او 3. طيب في مدرب بالنسبه لي انا شايفه لا ما ينفعنيش، ليه؟ لان انا كل يوم بمرن 25 لعيب من حقهم كلهم يلعبوا، بس انا ما اقدرش. تغييرات الفيفا عندي بتسمح لي بخمس لعيبه. انا كنت مبسوط جدا لما اتفتح لي في الفتره الاخيره اتفتح لي 5 تغييرات، الاول كان 3، فهنا كان في صعوبه، بدات اتفتحت 5، كل مباراه كنت بغير 5، مع ان ممكن يكون تغيير بتغير شكل الجيم كامل، بس انا الحمد لله قلت لا انا محتاج اشوف الناس كلها. فكل اللعيبه خدت الفرصه، وطبعا زي ما قلت بتتفاوت القدرات، تتفاوت الامكانيات، المباريات نفسها واهميتها كلها مهمه بالنسبه لي، وكل اللي بيشاركوا وكل اللي بيلعبوا بيأدوا الدور، لان هم حفظوا ان اللعب الجماعي اي حد هيدخل المنظومه دي هيأدي بنفس اللي كان موجود. كل واحد عمل يعني كل واحد ليه فرصته ويثبتها بقى، يثبت نفسه فيها يعني. وفي نفس الوقت هم كلهم حافظين الشغل اللي بيشتغلوه، فكل اللي بينزلوا عندهم امكانيات ان هي تقدر تنفذ اللي انا عايزه في دماغي. ما بقاش فيه بقى الزعل بتاع الاول، حضرتك بتنزل ده ليه وما بتنزلنيش انا ليه؟ يعني تعاملت بقى خلاص معاهم.
معهم زي ما قلت ايه كان كلامي اكتر من شغل. بقى في ثقه خلاص عارفين رؤيتك بالظبط. يعني الكلام معهم مهم جدا زي ما قلت، دول اخر مرحله تعليم لان خلاص ستيب واحد درجه اولى، فانا ما عنديش وقت طويل ان انا اعلم من الاول، فكان لازم ان هم الفتره دي يبقى الكلام معاهم بشكل كبير جدا. وهو دوت اللي لان انا بلعب اثنين خميس اثنين خميس حتى الشغل اتحفظ. لكن اللي هيفرق معايا ايه المينتاليتي بتاعتهم والعقليه، هل هم قادرين ان احنا نفضل دايسين جامد جدا عشان نفضل في المستوى ده، ولا هلاقي مشكله لعيب المصري كمان بيلعب على سطر ويسيب سطر. ما هي دي يلعب على سطر ويسيب سطر. فجيت لقيت ببقى نازل وخايف ان هم النهارده طب هيبقوا كويسين ولا مش كويسين، مش خوفي من الخصم لا انا خوفي من لعيبتي. هل هم جايين ناموا كويس كلوا كويس ذهنيا صافين الكلام ده، فكل دوت عوامل مهمه جدا للمكسب. اللي عايز يحقق بطوله دي صعبه جدا مش سهل. وبعدين بنلعب حتى مهما كان احترامنا لكل الفرق من المركز الاول للاخير دايما كل مباراه 11 ضد 11 ليها نتائج مختلفه ما بتبقاش معروفه وظروف مختلفه. لعبنا في اجواء صعبه جدا في ملاعب صعبه جدا، المباراه الاخيره مع الجونه كان الهواء وتراب، ملعب واسع جدا وفي تراب، رحنا ملاعب النجيله بتاعتها مش اللي هو اللاعب يقدر يطلع كل اللي عنده. بس انا الهدف بتاعي في الاول في الاخر ان تحت اي ظروف تحت اي ضغط لو عايز اكسب بطوله وعندي الروح اللي عندي دي هقدر ان انا اكسب. دي الروح اللي حضرتك دايما بتتكلمهم عنها انه لازم هنكسب يعني هنكسب. طب مين من فريق 2003 حضرتك شايفه جاهز للمباراه القادمه في الدوري المصري مع الفريق الاول في الزمالك؟ لا صعب، سؤال صعب ان انا اجاوب عليه لان انا عندي لعيبه كتير. انا بتكلم زي ما قلت لك انا عندي 20 لعيب كلهم كويسين جدا. اكيد على كم حد ممكن يجي. ممكن في ناس محتاجه ان هي تاخد الفرصه دلوقتي ان هي تلعب ونشوفها، يعني نديها الفرصه ان هي تلعب ونشوفها. بس ما اقدرش كمان في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها الفتره الاخيره ديت بعد خروجنا من دوري ابطال افريقيا وزعل جمهور الزمالك من اللعيبه والفريق الاول، ما اقدرش ان انا احمل كمان المسؤوليه لعيبتي في السن دوت ان هم يبقى النهارده تعالى والعب، لان انا بلعب باسم نادي الزمالك، تيشيرت نادي الزمالك، مش اي حد يلبس تيشيرت نادي الزمالك ومش اي حد يقدر يشيل المسؤوليه. وفي نفس الوقت انت مطالب، الجمهور ملوش دعوه، الجمهور عايز يكسب، الجمهور عايز يكسب، والجمهور عاطفي، بيكسب مبسوط، بيخسر بيقلب على اللعيبه، دي حقيقه. ما لهمش دعوه، انا عايز اكسب على طول، فمش فارق معايا مين اللي بيلعب في الملعب. فانا النهارده محتاج ان انا طبعا هم جاهزين فنيا بدنيا كل حاجه، لكن زي ما قلت في نواحي تانية ممكن تاثر عليهم. هي ميزه وعيب برضو يا كابتن صح؟ طبعا. ميزه ان هم يشاركوا طبعا مع الفريق الاول والثقه والكلام ده، بس عيب برضو يعني وقت. لكن انا زي ما قلت اللي حابب يلعب كوره قلت لهم الكلام ده، اللي حابب يلعب كوره هيبقى دايما تحت ضغط تحت ستريس مش اي حد بيتحمله، لكن طالما انا حابب اللعبه وعايز اكمل بروفيشنال يبقى هلاقي في المشوار كله صعوبات كتير، ويعني هي زي الجبل بنطلعه وكله بيتحدى كله وكله عايز يطلع يبقى في القمه دايما، المنافسه وفي منافسه كتير وناس هتزقني عشان اقع تحت ولازم اطلع فوق تاني، ممكن ارجع خطوه واطلع ثلاث خطوات فوق. طبعا انا عندي ماجد هاني طلع لاعب نص ملعب، لاعب مميز جدا وطلع بقاله فتره مع الفريق الاول، شارك في كاس الرابطه مباراه والتانيه، ودلوقتي الفتره اللي فاتت ديت ما شاركش خالص، بعد عن اللعب معايا في الفريق وفي نفس الوقت ما بيشاركش في الفريق الاول. طبعا. الامور النفسيه بالنسبه له دلوقتي ان هو يطلع مع الفريق الاول ودايما متواجد حاجه كويسه، لكن الاجواء اللي هو عايشها مع الفريق الاول دلوقتي صعبه عليه، لان طبعا هزايم ضغط من الجمهور شاف بعينه، دي خبرات بياخدها. يعني دي بالنسبه له خبرات كويسه. تحرقه في اول مشوار هو انا قصدي ان هي الناس فاهمه طبعا اكيد الجهاز الفني فوق في الفريق الاول دلوقتي ومع وجود كابتن اسامه لما جه وطبعا مستر فيريرا موجود دلوقتي، الناس فاهمه طبعا امتى اكيد عندها الخبرات الكافيه ان امتى اللعيبه دي تقدر تاخد الفرصه والكلام ده كله. طبعا التصريح اللي فات من المستشار ان الناس هنعتمد على 2003 ده كان حاجه جميله جدا بالنسبه لنا. طبعا طبعا انا مبسوط جدا بالقرار دوت وسعيد جدا، وفي نفس الوقت بالنسبه لي لازم تكون الناس دي هيئها نفسيا، وده اللي انا بتعامل عليه دلوقتي ان في اي لحظه النادي مطالب ان انت تلعب وترفع شعار نادي الزمالك وتنزل الملعب وتادي ده اللي انا بهيئهم ليه. ده اللي انا بهيئهم ليه، لكن انا عارف ان اللعيبه اللي في الفريق الاول والناس اللي موجوده اللي عندها الخبرات قادره ان هي ترجع الصوره تاني. لو محتاجين دعم من الناس الصغيره اللي موجوده اكيد احنا جاهزين، لان كل القطاع كله بيخدم للنادي، القطاع كله لازم ان هو يخدم النادي. فطبعا اللعيبه دي جاهزه وهي قادره تلعب فعلا وكل حاجه، لكن انا شايف وعندي ثقه كبيره جدا ان الناس اللي موجوده فوق دلوقتي هتلم شملها تاني كلعيبه، وان هي مع مستر فيريرا وجوده دلوقتي الراجل كان بقاله 3 ايام من مباراه الوداد عنده ان شاء الله الوقت الفتره اللي جايه دي، الدوري لسه في بدايته، انا جيت وكنت التاسع
وكان باقي لسه زي الدوري اعتقد كان عاشر التاسع اسبوع، واحنا النهارده بنتكلم الدوري المصري فات فيه 11 جوله لسه باقي كتير جدا، فالمشوار طويل. بطوله وخلصت وانتهت هترجع تاني ونلعبها، الناس هتنساها. النهارده نادي الزمالك لما ينافس على بطوله الدوري ويرجع يلعب بشكل كويس من المباراه اللي جايه، الجمهور هيتبسط وهينسى كل اللي فات. انا زي ما قلت لك الجمهور عاطفي، لو النهارده الزمالك كسب كل المباريات اللي جايه ولا الجمهور هيتكلم في اللي فات، الناس بتتكلم في اللي النهارده بيحصل، ملهاش دعوه باللي حصل، لان البطولات هتتوالى وهيجي كتير، والفرقه دي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي بشكل ده دول بطل الدوري السنه اللي فاتت. الجماهير يمكن زعلانه من الاداء شويه، يعني هو اللي مزعل شويه الجماهير الاداء. الروح والاداء دي مهمه في اي مباراه. وده عايز اساله لحضرتك رايك، يعني خروج الزمالك من دوري ابطال افريقيا تحمل المسؤوليه على اللعيبه ولا على كارتيرون؟ والله انا شفت الفتره اللي انا كنت موجود فيها في النادي البسيطه دي ان اكيد المدرب والمدير الفني ليه دور كبير، لكن مش كل اللي هنحمله على كارتيرون والكلام ده كله. اكيد للمدرب، لان دايما المدرب في اي نتائج سلبيه هو المسؤول، وده اللي لعيبتي اللي انا عارفه، اي نتيجه سلبيه هتحصل انا المسؤول عنها، انا اللي اتحملها، وده طبيعي ان انا احمي لعيبتي. لكن انا شفت والناس كلها شافت واجمعت ان كان ممكن في تقصير من الجهاز الفني اللي موجود. بيجي المرحله ان انا خلاص يا اما وصلت لمرحله اشباع للمكان اللي انا فيه ومش عايز ادي تاني فيه او اقعد او اكمل، او تقصير مني في حاجه تانية خلت ان الامور ديت ما وصلتش للمرحله اللي هي زي ما جه خد الدوري بقى هو الراجل الناس بتطالب برحيله اول واحد. لكن اللعيبه اكيد كمان عليهم دور كبير جدا، اللعيبه ليها دور كبير جدا ان هي في نفسها بالخبرات اللي موجوده ان هي تفضل محافظه على الصوره بتاعتها، لان اي حاجه بتاثر خلي المدرب. في مباريات على فكره ما بتبقاش محتاجه الاداء والتكتيك والشغل، بتبقى محتاجه اداء رجولي وروح واصرار وعزيمه للفوز. يعني مباراه الوداد الاخيره الناس كلها اللي زعلها احنا ضيعنا فرص في البدايه، لكن ما شفناش ال 90 دقيقه للناس لعبتها كان في اصرار على تسجيل اهداف واصرار ان احنا نكسب. الناس ممكن واحنا كنا ماسكين كوره كل حاجه، الفريق اللي قدامنا كان بيدافع بس ما عملش اي حاجه وما لعبش ما قدمش اي حاجه، جات له ضربه جزاء بالحظ صعبت المباراه اكتر، لكن كان لسه عندنا 45 دقيقه ان احنا نفوز كمان. ده ما حصلش وده ما اتحققش وده اللي زعل الناس. فلو كنا شايفين ان في فرص كتير ضاعت او كذا، ما حتى ده ما عملناهوش. فالناس بتفهم كوره وجمهور الزمالك بيفهم كوره كويس قوي كتير كمان وعايز يشوف فرقته دايما في مكسب. فانا بقول لهم الفتره الجايه ان شاء الله الدنيا هتتعدل طبعا. الامور ان الزمالك بيمر بازمات كتير بالنسبه لمجالس اداره وامور ماليه والقيد عندنا مشاكل، فيعني ربنا يكون في العون للجمهور دوت اللي هو بيحب النادي، وفي نفس الوقت نقول لهم اصبروا دايما، هم دايما ورا فريقهم. لكن انا شايف ان لازم نرجع تاني نلم شملنا والناس تدي امل كبير للناس اللي موجوده وتدعمها تاني، سواء بقى اللي هيكمل وهيجدد وهيمشي. نادي الزمالك ما بيقعش على حد، ما فيش كوره في مكان في العالم ولا نادي في العالم هيقف على اي لعيب. اللي عايز يمشي بكل ادب واحترام يقول انا ماشي وشكرا، مهمتي هنا انتهت، يجي ناس جديده تأدي دورها، وعندنا امكانيه ان احنا نجيب لعيبه محترفين على اعلى مستوى تاني، والناس اللي موجوده في المكان تكمل بشكل كويس. عندنا محتاجين حد من القطاع، عندنا لعيبه جاهزه انها تشتغل، مفيش حد بيقف على حاجه. لكن الامور هتمشي ان شاء الله الفتره اللي جايه دي، وانا حاسس كده متفائل وجود المدير الفني الجديد والناس كلها عندها ثقه فيه ان هي وراه ودعمه، واسم كبير جدا فيريرا وعنده خبرات في الدوري المصري. اتمنى ان هو الفتره اللي جايه دي يوفق مع الفريق. هل وارد ان هو ما يكونش فيه توفيق؟ وارد طبعا، ان دي كوره يعني ما فيهاش تنجيم، لكن الناس بتشوف ان احنا بنعمل اللي علينا ونشتغل كويس، ولسه الدوري في الملعب. احنا مع بيترو اتلتيكو اللي جايه في افريقيا واللي بعديها سجرادا، محتاجين ان احنا حتى بالنسبه لنا تعتبر فوز معنوي ان هو بيرجع تاني للناس الصوره ان الزمالك قادر ان هو يكسب والجمهور ويشتغل. بالظبط، يعني اول مكسب هتلاقيه رجع، الجمهور بينسى اللي بيحصل. وبعدين مش بيحصل معانا بس، مع كل فرق العالم. ما كل على فكره في انديه كبيره في العالم ما بتاخدش تشامبيونز ليج كل سنه، بتصرف ملايين الملايين وما بتاخدش حاجه، جمهورها بيروح يشجعها وبيكمل معاها ونفسه ان هو يطمح لحاجه. وفرقه بتفوز بالدوري، فرقه بتفوز بالتشامبيونز ليج، وفرقه بتفوز بالكاس، المنافسه شغاله. بس يعني الاداء دايما يبقى موجود ونحسس الناس ان احنا طول ما بنلعب باسم نادي الزمالك لا احنا في اعلى مستوى موجود، وده اللي الناس مطالبه بيه. طالما بلعب بتيشيرت نادي الزمالك مش هلعب مباراه والثانيه والثالثه واقع في الرابعه والخامسه، مش هيتقبل مني، لازم ابقى ثابت المستوى.
طب كابتن شايف ايه المراكز اللي في الفريق الاول في الزمالك محتاجه تدعيم وفي 2003 ان شاء الله هم اللي ايه يسدوا العجز ده؟ يعني عندي لعيبه كتير، مجموعه كبيره، مش عايز اقول اسماء حد. عندي بس مركز مثلا، يعني مركز شايف ان هو هيأثر قوي مع الزمالك ويعديه من اللي هو فيه. والله انا شايف ان زي ما قلت فيك اكتر من مركز، يعني مش انا عندي مركز ثاني الالعاب، ممكن ان احنا ندي حد فرصه لعبد الله. عندي لاعب مميز جدا، مهاري، بيصنع الفارق في اي لحظه. عندي احمد عبد الرحيم عيشو، عندي كريم عبدون، عندي علي ياسر راس حرب، عندي فيومي، عندي اسماء كتير، عندي محمد صلاح كمان، عندي محمد صلاح. فعندي في اللعيبه في الخط الهجومي كمان عندي عدد كبير كويس جدا. عندي في خط النص زي ما قلت ماجد اوريدي، مع ماجد هاني مع الفريق الاول، طارق علاء لاعب مميز جدا وانا شايف له ان شاء الله مستقبل كويس مع الفريق الاول باذن الله. وعندي في خط الدفاع لعيبه مميزه زي احمد رفاعي وعبد الرحمن محمد وزياد الباسل ومحي جمعه في ناحيه الشمال. عندي بسيوني وعندي وعندي حارس مرمى عبد الرحمن نفات كويس جدا ما شاء الله. لا بجد انا مبسوط بالمجموعه دي، مش عايز اكون نسيت حد من اللعيبه اللي عندي، كلهم مميزين جدا ما شاء الله وعاملين روح حلوه مع بعض كلهم دلوقتي وواصلين لاعلى فورمه. اتمنى ان هي تكمل ان شاء الله مباراتنا بعد بكره مع غزل المحله في المحله، وعندي بعد كده يوم 31 هيلعبوا مع المنتخب. اتمنى مجموعه كبيره تروح المنتخب ويشرفونا في مباراه مصر وسلوفاكيا يوم 24 و28 اللي جاي، ويرجعوا تاني النادي. 31 عندنا مباراتنا مع ام بي، طبعا انا دلوقتي في المركز الاول ب 54 وام بي في المركز الثاني، مباراة قوية جدا فرق 5 نقاط، والمركز الثالث الأهلي ب 46 نقطة ولسه باقي 10 مباريات 30 نقطة. فالمشوار طويل زي ما قلت لك، البطولة اللي حقق البطولة دوت عايزة نفس طويل واللونج تيرم بيشتغل. ويعني من يضحك أخيرا يضحك كثيرا زي ما بيقولوا، فهي دي المهم. هيأثر ازاي مشاركة يعني جزء كبير من 2003 يطلع مع الفريق الاول؟ طبعا زي ما قلت احنا هدفي ان احنا نخدم الفريق الاول دايما. موضوع ان انا بنافس على البطوله دي حاجه مهمه، دي بطوله كمان ودي حاجه مهمه اكيد بتفرح اللعيبه وحاجه مهمه ان انا احافظ عليها كمان. فاكيد بالتنسيق مع الجهاز الاول ومع مستر فريرا وكابتن اسامه نبيه والناس اللي موجوده، هم عارفين زي ما قلت امتى التوقيت اللي ممكن ياخدوا فيه لعيبه، وفي نفس الوقت اكيد هيحافظوا على فرقتي، وهم عارفين الكلام دوت ان احنا نحافظ على الفرقه ونكمل المستوى ده. وانا ما عنديش خوف طبعا ان اي لاعب يكون موجود. ماجد بقاله فتره ما بيلعبش معايا والحمد لله قدرنا ان احنا نكمل واشوف بديل، حد لو خدوا حد واحتاجوه هشوف البديل اللي بعديه. فزي ما قلت حتى الفرقه عندي ما وقفتش على حد، مع ان كلهم لعيبه مميزين جدا، اللي طلع الفريق الاول اكيد لاعب مميز، بس انا عندي ان انا لازم اكون جاهز بالبديل زي ما قلت. فاتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه دي نعمل الاول والاخر الصالح لنادي الزمالك ان شاء الله. كلمنا بقى عن مباراه المريخ وادارتك ليها كاول اداره في مباراه كده يعني وديه بس مع فريق برضو قوي زي المريخ. طبعا كانت والفوز 2-1 الحمد لله للزمالك. سعيد جدا ان هم اختاروني في النادي طبعا ان انا ادير المباراه، لان يعتبر اولا فريق اول مريخ بيلعب في تشامبيونز ليج اوف افريكا، يعني فريق كبير، وفي نفس الوقت كان ميكس ما بين لاعبين الدرجه الاولى وبعض اللعيبه اللي كانت عندي، يعني ما كانش الفريق فنزل لي طبعا بعد مباراه المحل اللي كانت في كاس الرابطه، نزل لي مجموعه كبيره جدا كان 10 لعيبه اللي متواجدين مع الفريق الاول بقالهم فتره، يعني يوسف اسامه نبيه وسيف جعفر وحسام اشرف ونيمار، كل دول لعيبه الدرجه، ومحمد طارق زكي، كل دول لعيبه الدرجه الاولى في بيسو كمان موجود، كان موجود معاهم، والسيد عطيه حارس المرمى، كل دول لعيبه درجه اولى سواء هم مواليد 2000 و2001، دول اصلا مع الفريق الاول كل الفتره اللي فاتت. اتمنى لهم التوفيق طبعا الفتره اللي جايه دي كمان. فكان لازم يعني ما اشتغلتش معاهم كتير وكانت مباراه مفاجاه بالنسبه لي ان انا اديرها، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا كمان نفوز ودي حاجه مهمه. طبعا الفريق الاول ده يعني انجاز الملعب كمان على ملعبي وفي النادي الحمد لله، كل المباريات اللي لعبتها في النادي الحمد لله الحمد لله نمسك الخشب كلها فوز بعد 16 مباراه. فالحمد لله دي نقطه مهمه كمان جدا معنويه جدا، اي حد بيجي يلعب مع نادي الزمالك في ملعبه صعبه جدا ان انا يفوز عليا، لان لازم اكون عندي دي، لازم كنا انيشيتيف يعني عندي المبادره بكده ان انا اكسب، يعني دي مباراه تبقى
بنقارنها ساعات بألعاب كتير يعني هي بنقارنها ساعات بألعاب كتير. فأنا بالنسبة لي كان مهم إن أنا كل المباريات دي لعبتها جوه النادي الحمد لله نكسب. مباراة أمريكا معايا لعيبة كبار على مستوى المفروض إن هو مستوى درجة أولى, قدرت إن أنا أدير المباراة بشكل كويس ونفوز فيها. وزي ما قلت كان بالنسبة لي ما اشتغلتش معاهم لكن كان نفس الحاجة اللي كلمت فيها, لو هنتكلم عن مربع اللي كلمت فيها, وكان جانب معنوي إن إزاي إن أنا خسرت امبارح مباراة والنهاردة أكسب لان امبارح اتنسى. فالروح اللي كانت عندهم دي هي اللي خلتهم فازوا على فريق قوي جدا, فريق مريخ, فريق محترم جدا, فريق كبير. فالحمد لله قدرنا ان احنا نفوز 2-1, واتمنى ان نكمل يعني مسلسل الانتصارات دي تفضل موجوده ان شاء الله باذن الله ونفرح الجماهير. ويمكن حاجه جميله ان السوشيال ميديا فعلا مديانا ان احنا نوصل دايما رسائل للناس, والناس متابعاني جدا دلوقتي الفتره اللي فاتت دي ومتابعه فريقي تألق الحقيقه كابتن. فالحمد لله فالحمد لله ان الناس اتمنى ان هي تفرح دايما, وجمهور النادي حتى متابعها دلوقتي والناس كلها متابعينهم حاطين الامال كلها على 2030 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله ما نخذلش حد, ودايما نفضل قادرين ان احنا نقدم لعيبه لمصر ولعيبه للزمالك على اعلى مستوى, وده اللي انا بطمح ليه يعني بكل ما عندي بكل مجهود ان شاء الله ان انا افضل مكمل كده نديهم الفرحه دي دايما. كابتن عايزه اعرف من حضرتك مين اللاعب اللي في الدوري المصري شايفه مميز؟ والله بس انا هكلم يعني المفروض ان احنا دايما بنلاقي اللعيبه المميزه في اكبر انديه المفروض اللي بتنافس, ودي الحقيقه يعني اللعيبه المميزه بيبقى عليها السبوت لايت, وفي نفس الوقت بتروح المنتخبات والكلام ده كله. في لعيبه مظلومه ممكن ما بتروحش او الكلام ده, وفي انديه صغيره في موجود في الانديه اللي في الوسط او في الانديه اللي في القاع تحت. لكن انا شايف ان النهارده لما نيجي نتكلم حتى على فريق نادي الزمالك, انا شايف ان زيزو الفتره اللي فاتت دي سواء كانت حتى مع المنتخب او مع النادي من الناس المميزه جدا. فدي حاجه كويسه اتمنى ان هو يحافظ عليها, واتمنى ان هو يكمل على كده. في ناس تفاوتت المستوى بين الناس, بتشوف دلوقتي بتقارن فتوح مثلا في المنتخب وفتوح مع الزمالك, بتقارن مش عارف مين تاني مع المنتخب ومع فهي دي النقطه. لازم اللاعب يحافظ على الصوره دي دايما, اللاعب لما بيوصل للتوب ليفل بتاعه في الملعب الناس ما بتقبلش اقل من كده, خلاص عودوا على مستوى معين. فانا ازاي بقى اشتغل ان انا اكون في النادي زي المنتخب ومنتخب زي النادي؟ اكيد تيشيرت المنتخب مختلف عن النادي, لكن انا دايما بلعب اسبوعيا في النادي. المنتخب تبقى فترات معينه مباريات معينه باسم بلدي, والنادي هو اللي انا شغال فيه وعقدي فيه وشغلي فيه يعتبر يوميا واكل عيشي فيه. فانا محتاج برضو ان انا ادي للنادي نفس ما بدي. فالناس بقى بتبدا تقارن, الناس بتقارن حتى صلاح لما بيجي المنتخب بتقارنه بالنادي اللي هو موجود فيه. ففي متغيرات كتير, اصل دول البشر كمان مش مكان, مش انا بدوس على زرار وبينزل وكل مباراه ليها جوها وليها. بس انا زي ما قلت اللاعب دايما تحت ستريس, ما فيش لاعب حب يلعب كوره وما فيش ستريس حواليه, وبيضحي بحاجات كتير. يعني لازم اللاعب كوره لازم يضحي بحاجات كتير, وده اللي انا بقوله لهم. يعني الكوره هي عملي قبل ما اكون الحاجه اللي بحبها, يعني موهبه عندي وبلعب بشتغلها. ما بقتش بس ان انا ايه بروح العب مع اصحابي, انا لغايه دلوقتي بلعب مع اصحابي ولان الكوره بحب, لكن دلوقتي بروفيشنال خلاص. فلازم اديها كمان من حياتي, ده معناه ان انا ما بقاش زي الناس التانيه الغير رياضيين. في ناس بتتعب كتير جدا بره الرياضه لكن هم محظوظين ان هم لعبوا كوره. انا محظوظ جدا ان انا لعبت كوره وموهبه ربنا ادهاني وبقت شغلي, اديتني كتير جدا. فلازم احترمها بقى. انا بره بنام كويس قوي, باكل كويس قوي, محافظ على شكلي كويس قوي, كل خطوه بعملها في لعيبه صغيرين طالعه بتشوفني, الكلام ده كله مهم. فلازم اللعيب بيبقى دايما في وبعدين على فكره دي فتره صغيره جدا, يعني انا بقول لهم اوعوا تفتكروا ان انتوا النهارده عشان 20 سنه, ده هم 10 سنين هيفوتوا, القطر ده هيجري بسرعه جدا. فلازم ان انت توصل لاعلى حاجه وتاخد من الرياضه كمان اعلى حاجه ممكن تاخدها. مش هيحصل الكلام ده الا بعقليتي. في ناس كويسه بتبطل, في ناس كويسه بتبقى نجمها عالي سنه سنتين واختفت مش موجوده. وبعدين الامور الماليه دلوقتي والنهارده اللي طاغت على الرياضه, الارقام اللي بنسمعها واللعيبه والناس والكلام ده كله, حتى الناس كلها مستغربه. فمن زمان الكوره كانت للكوره اكتر, بدات شويه بدات شويه تبقى احتراف, بدا دلوقتي بقت ماده طبعا. فالماده كمان بتبوظ, في ناس لما بتوصل الليفل ده ما بتقدرش تستوعب اللي هي فيه فبتبوظ تختفي يعني خلاص ما نعرفش عنها, سواء اتحط عليها الانظار بعيد عن المال بالناس ما بتقدرش تعمل هاندل اللي هم فيه, النفسيه بتتغير. فده بيعمل لها شوك فبيخليها ان هي لا بتقدر تأدي في ملعب, وممكن بره ملعب يحصل مشاكل, بيخسر المهاره كل حاجه, بيخسر كل حاجه. يعني ممكن في لحظه يبقى في القمه بعد كده
يعني من هيرو تو زيرو. اه مش زيرو تو هيرو، لا بيبقى من هيرو تو زيرو. ف لا المشوار طويل، الوضع صعب. وده اللي انا قلته، الاكبر لعيبه في العالم لما نبص لهم الموضوع معاهم مش مادي. انا بتكلم 13 سنه ميسي ورونالدو بينافسوا بعض على الكره الذهبيه. طب هل ميسي كان بيلعب للمال؟ هل رونالدو بيلعب للمال؟ لا ده خلاص هو ممكن كان بطل من 5-6 سنين. طب ايه اللي مخليه بيوصل النهارده ان هو في اعلى ليفل ليه في كل مباراه بيثبت ذاته و لانه عنده طموحاته وعايز يكمل وبيحب اللعبه والناس دي بتشتغل اكتر من الناس اللي قاعده في البيت. انا ممكن اتمرن ساعتين في اليوم، دي حقيقه، بس ممكن اتمرن 5، ممكن اتمرن 8. هل اللي بيتمرن 8 زي اللي بيتمرن ساعتين؟ مستحيل. ففي حاجات كتير، حاجات كتير انا عايز ايه من جوايا اوصل ليه. هي دي نقطه مهمه. اللعيب نفسه بقى طموحه، لو مش عنده الطموح ده مش هنقدر يعني لازم يساعد نفسه كمان. خلينا نتكلم كده عن صلاح وعن كواليس ترشيح رامي عباس لصلاح في ساعه مشاكله مع تشيلسي. قول لنا بقى انت ازاي رشحت رامي عباس لصلاح. هو رامي اشتغل معايا انا بروفيشنال كلاعب، اشتغل معايا بتاع 7-8 سنين لحد ما جيت هنا مصر. ما اشتغلناش مع بعض الفتره دي، وكنا دايما في الكونتاكت يعني كده. طبعا في البرتغال وفي قبرص لما كنت موجود، وفي السيتي كان موجود معايا رامي، اشتغلنا 10 سنين تقريبا مع بعض. وبعد كده طبعا يعني موضوع صلاح ان انا قبل ما احترف حتى كان يعني اعتبر انا اول واحد كلمته وقلت له عايز تحترف، وساعدت برده محمد في البدايه وكلمت الناس اللي هي وديته بازل وبداوا. ولما راح بازل كنت دايما في ظهره ومسنده بناس معينه كانت موجوده معاه، لغايه ما وصلت ان هو طبعا لقيت ان هو عنده مشاكل مع الناس اللي وقع معاه هنا في العقود، وكان في مشاكل فعلا. فطبعا هو طلب مني ان انا ارشح له حد واكمل معاه المشوار يعني اشوف. وطبعا رامي كان اول واحد انا رشحته، لان رامي اشتغل في اوروبا كتير مع لعيبه قبل كده قبل ما اشتغل مع محمد. يعني حتى الامور كانت فاني شويه، انا لسه كنت قريب مع رامي وكنا بنتكلم، فاكر لما حصل كذا وكذا، لان محمد كان لسه ما تعرفش او محمد كان شرح، وقال لي هفكر كمان اشوف اشتغل مع محمد ولا لا، وبيضحك يعني وكده. فقلت له انا اديتك جيفت، هديه كبيره. فطبعا العلاقه موجوده مع رامي لغايه دلوقتي، وكنا لسه قريب مع بعض. ويمكن محمد يعني على فترات ممكن انا بكلمه، بس دي كانت من فتره كبيره ما اتكلمتش معاه. انا عارف ان طبعا لعيب الكوره ما بيوصل برده للمرحله دي من النجوميه بيبقى عليه ستريس كتير وضغوطات كتير، فما كانش فيه تواصل ما بيننا كتير، بس ما بيني وبين رامي طبعا التواصل اكتر. فانا بالنسبه لي بساعد اي حد. انا طبعا فرق بيني وبينه 10 سنين، واذا كان يعني يعتبر زي اخويا الصغير، وانا بلعب كنت في بلجيكا، ولما كلمته وبدانا موضوع الاحتراف اديته بقى من خبرتك. طبعا قعدنا كتير مع بعض، وكنت دايما بكلمه لما كان في بازل في الاول، وحتى لما كان في اختيارات من ان احنا نروح هنا ونيجي من هنا كنت شايف الصوره. كنت طبعا لاني انا عايز اساعد اي حد، لان انا يعني انا الخبرات اللي خدتها دي هساعد بيها مين؟ عديت كمان يعني هساعد بيها مين؟ لان لعبت في انجلترا قبل محمد، رحت تونس ان شاء الله باذن الله. يعني لعبت في السيتي، وكنت في اليونايتد عندي 18 سنه، كانوا هم لسه صغيرين. فانا شفت ان انا ممكن النهارده اروح الدوري الانجليزي وهوقع وكل حاجه، ومدرب مقتنع بس ما بيلعبنيش. فاتمنى ان انا اكون وانا صغير اروح العب في مكان اخد الفرصه عشان الناس تبقى تشوفني، مش مجرد بس ان انا اسمي بالظبط كده. فانا ده اللي كنا بنحاول ان احنا زي النهارده، حتى وهو لاعب كبير النهارده والعالم كله بيتكلم عليه، القرار اللي هياخده اللي جاي هل هو صح هل هو غلط، هل بتحصل ان الواحد بيفكر طب هل هيروح يوفق هناك؟ ما اعرفش، ممكن يروح حته ثانيه، ممكن ما يوفقش. يعني شفنا امثله كتير. انا النهارده كنت بلعب في الاهلي، رحت الزمالك كسرت الدنيا. لعبت قبل كده في السيتي ما خدتش فرصه وما لعبتش، مع ان الراجل الموقع لي هو اللي ما لعبنيش. فالكوره بيحصل فيها حاجات كتير. النهارده هل هاخد قرار امشي من انجلترا واروح ايطاليا واروح اسبانيا واروح اي حته، هل ممكن انجح؟ الله اعلم. في رايك يعني هل هازارد من اللعيبه المميزين جدا كان في تشيلسي، وبعد كده راح ريال مدريد، اصابات، ما فيش لعب، مستوى قل، الناس بدات تنسى، مع انه رايح من تشيلسي ريال مدريد انديه كبيره. النهارده صلاح لو مشيت من ليفربول ماشي الامور معايا ماشيه كويس ومستوى كويس، وعندي الميكانيزم ماشي كويس مع الفرقه والتهديف وفي الصوره، طيب الامور هنا راجع لايه؟ هل انا حابب اكمل شخصيا، حابب النادي ان انا العب حتى من غير ما اكلم في امور ماليه، ولا حابب اروح اخد تجربه جديده عشان يبقى عندي تحدي جديد وتشالنج، هل هنجح فيه ولا مش هنجح، هل هوفق فيه ولا مش، كل الامور دي في علم الغيب ما حدش يعرفها، ما حدش يقدر يتكهن بيها. فالقرارات صعبه، ليها حسبه يعني كمان كبيره القرارات صعبه جدا. مش صدقيني لعيب الكوره بيفضل زي ما قلت 10 او 15 سنه في الملاعب، بيبقى دايما عشان كده بيفعلهم كتير. ما هو لعيب الكوره لازم بياخد كتير لانه بيضحي كتير، وممكن لا قدر الله اصابه بتخلص عليه خلاص، يبقى عاجز، يبقى مشكله لا قدر الله، يعني بتبقى حاجات كتير. فهي فتره صغيره جدا،
هنتكلم على الحظ لدور طبعا بشكل كبير. انا دايما كنت بقول اتعب واشتغل واعمل ده مهم. الحظ ممكن يجي طالما بشتغل وبتعب، بس هل بيجي لكل الناس اللي بتتعب؟ لا، مش حقيقي. في ناس بتتعب جدا اكتر وبتتمرن وبتشتغل ما بيجيلهاش الحظ. فبرضو استغل ان انا محظوظ. محظوظ ان انا النهارده جيت نادي الزمالك ولعبت نادي الزمالك، لان كان في ممكن على مستوى 2003 كمان النهارده بقول لهم ان في ممكن حوالي هنقول 3-4 مليون لعيب يتمنى يلبس تيشيرت نادي الزمالك. حقيقي 3000 لعيب يتمنى يلبس تيشيرت نادي الزمالك، لكن انت اللي موجود هنا دلوقتي. ففي ناس بره كويسه جدا ما بتلعبش في نادي الزمالك. هل هي مش كويسه؟ لا، دي كويسه جدا وممكن تبقى احسن من اللي موجوده، بس هم فين؟ الحظ بقى ما خدمهم. الحظ خدمهم ان ما خدمهمش ان هم يجوا. فهي كره كده، هي حياه عامه بشكل عام كده. فاتمنى لهم التوفيق كلهم، واتمنى ان شاء الله مباراه مصر والسنغال يا رب تفرح الناس كلها بعد البطوله. زي ما قلنا شفنا الناس في البطوله مبسوطه من الاداء، يعني مش مبسوطه قوي نقول ايه بنكسب، كسبنا 4 مباريات بضربات جزاء، مفيش النواحي التهديفيه قليله جدا، الناس مش مبسوطه من اداء مصر. طالما بنكسب زي ما قلت لك بنكسب، مفيش انتقادات. انت خلاص طلعتني لحد النهائي بالظبط، وصلنا النهائي. لما وصلنا النهائي كان في حزن عام في مصر، هم رجعوا بالكاس واحنا رجعنا اكننا بعد التعب ده كله اللي وصلوه ولا اكننا عملنا حاجه. بس كان في برده سبب، بس الناس الناس ما قالتش ايه المنتخب كان وحش. بالظبط هي دي الميزه. انا زي ما قلت خسروا، بس الناس قالت لا كانوا رجاله وصلوا النهائي عملوا اللي عليهم، مفيش نصيب. هي دي الكوره، كسبنا وخسرنا. لكن النهارده مباراه السنغال اتمنى ان شاء الله المباراه الاولى ان احنا نحسم مصيرنا مع السنغال هنا، ان احنا نروح نلعب بارتياحيه شويه في السنغال، لان دي هتصعب لنا المهمه. ان في حال ان احنا الفوز بتاعنا مش كبير او تعادل بيصعب لنا المهمه هناك، مش فنيا بس، بيصعبها ان هم هيبقى تحت جمهورهم ومباراه بالنسبه لهم في بلدهم. لو العكس كان موجود كنت انا بقول بنسبه كبيره ان احنا نقدر ان شاء الله ان احنا نوصل، لان يبقى معانا عامل مهم جدا هو الجمهور بيحدد مصير. ممكن نيجي هنا ولما محتاجين نكسب 2 أو 3 ممكن نكسبهم، هناك بتبقى الامور صعبه لان الجمهور والضغط على اللعيبه والكلام ده كله. فاتمنى ان شاء الله مباراه 25 الاولى نطلع نتيجه ايجابيه، نكسب السنغال 2 أو 3 ان شاء الله باذن الله، والناس كلها تبقى مبسوطه والمنتخب يروح هناك يأدي. الراجل عمل اللي عليه، كروش كسب هيبقى بطل وصل مصر، ما كسبش اعتقد ان الناس كلها هتطلع. راضي عن اداء كروش وادارته للمنتخب؟ طبعا جه في وقت قليل قدر انه يوصل البطوله العربيه، ما قدرش ان هو يوصل النهائي، كان لسه في البدايه. الشغل في التدريب محتاج وقت شويه ان الواحد يشتغل مع فرقته ان هي يوصل لمرحله زي ما قلت ما تبقاش من شهر او 2 أو 3. انا لما جيت لفرقتي انا محتاج اعرف اسماء 30 لعيب واقعد معاهم فيس تو فيس واعرف كل شخصيه واعرف كل لعيب، وبعدين انا ممكن اجرب ده بيلعب في نص ملعب اجربه يمين اجربه، لازم اشوف بنفسي. ممكن الناس تقول لي، بس انا لما اشوف بنفسي الوضع مختلف خالص، فبياخد وقت. فما اقدرش ان اطلب منه ان هو يكسب بطوله عرب. مصر طبعا محتاجه تكسب كل البطولات لان منتخب كبير وبلد كبيره، لكن مفيش توفيق. الجزائر اللي هو خد البطوله خرج من بطوله افريقيا من دوري المجموعات، يعني زي ما شفت في خلال اسبوع راحوا من هنا لهنا من بطل لخرج من المجموعات. هي دي كوره، هي دي كوره. الناس لازم تقبل، بس في روح، في دايما اداء، اي حد بيلعب لازم يأدي. فكيروش انا شايف ان هو اعتقد في الـ4-5 شهور اللي موجود فيهم عمل شكل كويس منتخب مصر، وصل نهائي افريقيا، خسر بضربات جزاء. كان لعيبه جديده ما كناش ممكن نتخيلها. عنده جرأه، عنده جرأه وادى الناس الفرصه. مباراه السنغال زي ما قلت الحظ مطالب، مطالب ان احنا عندنا حظ، محتاجين الحظ في كل دعوات المصريين، محتاجين الحظ ان احنا نوصل ان شاء الله لكاس العالم. زائد طبعا مش هنقول حظ بس، ده جزء، لكن ان اللعيبه توصل ان هي زي ما قلت في البطوله الاخيره بيلعبوا كل مباراه للمكسب والروح، تيجي ضربه الجزاء نصدها ونكسب، لان في روح وفي نفوس كويسه مع بعض والكل متكاتف وفي اصرار بيدينا في الاخر النتيجه. لو قلينا في الاداء والروح ما بيننا وان احنا رايحين ان احنا مش هيتاهل كاس عالم لان السنغال افضل مننا فنيا او ده بيأثر بشكل سلبي على الملعب. وهنتكلم عن بقى، خلينا نتكلم عن مبادره حضرتك لبيع تيشرت الزمالك في مزاد علني، وحضرتك قلت هتدي نصه لنادي الزمالك ونصه ل يعني اي مؤسسه خيريه يختارها صاحب التيشرت. الفكره جت منين؟ الفكره طبعا انا جت بالنسبه لي ما كانش ان انا الهدف ان انا بقول ان انا نادي الزمالك نادي كبير، نادي كبير وعريق وعنده جمهور. فانا كان بالنسبه لي لما قعدت افكر فقلت ان النادي النهارده بيمر بازمه ماليه، فانا ما عملتش حاجه غلط. في ناس طبعا بتقعد تخش تضحك وتتريق وتعمل الكلام اللي بحب الناس اللي بتحب عندها قدره جميله جدا، يعني ده من طرف تاني بيخشوا يكلموا وكذا، وكل واحد له وجهه نظره وكل واحد. لكن انا شفت ان لوجو شعار نادي الزمالك اللي عندي في البيت تيشرت، لما قلت بس انا كفرد مش مؤسسه
قلت ان انا هبيع تيشيرت نادي الزمالك في مزاد. بعد ما عمل الفيديو دوت لقيت حوالي مش بدون مبالغه ارقام كتير جدا جات لي بتحب نادي الزمالك وتقول التيشيرت ده بكام. فانا كان رساله بس بوصلها للناس اللي موجوده ان تيشيرت نادي الزمالك واسم نادي الزمالك لوحده بيجيب فلوس. ده انا فرد لمؤسسه نادي الزمالك مؤسسه كبيره لو اشتغل على اسس صح والناس ظبطت الدنيا صح اسم نادي الزمالك لوحده يجيب فلوس شعار نادي الزمالك يجيب فلوس فاحنا ما عندناش مشاكل. المفروض ما يبقاش عندنا مشاكل في نادي الزمالك او اي نادي كبير في مصر عنده الجماهيريه دي والقاعده دي ما يبقاش عنده مشاكل. فالفتره دي ما كانش فيها المستشار موجود كان دي مر بازمات والناس بدانا نقول 40 مليون ديون مش عارف فين وطلعت ديون غريبه جدا. فلما فكرت في الفكره كانت مجرد رساله للناس وفعلا جالي ارقام كتير وانا عشان ده جزء خيري وجزء للناس اللي فقلت ما ينفعش ان اطلع بعد كده اتكلم عليها للناس لان دي حاجه انا بعملها طبعا طالما فيها جزء خيري ما ينفعش اطلع. لكن انا خلاص انا خدت قرار فيها وعملتها وتنفذ حاجات منها كتير فعلا والتيشيرت والناس عرضت عليا مبالغ ان انا التيشيرت لغايه دلوقتي موجود عندي والناس اللي فعلا حطت المبالغ عرضت والتيشيرت لسه موجود عندي. التيشيرت دي حضرتك تدخل مبالغ كتيرة للخير وللزمالك. انا بتكلم ان انا من النهارده برضو الناس احنا عايشين في وسط مجتمع كبير ما ينفعش ان انا كلاعب النهارده يجي لي مليون يجي لي اتنين هل ده هيجي لي 30 مليون هل ده هيكفي نادي الزمالك؟ لا مش هيكفي نادي الزمالك. طيب هل انا هاخد 5 مليون اروح اديها للعيبه اللي بتاخد 30 و40 مليون؟ لا طب ما في ناس اولى من كده ما الناس بتفكر في حاجه كتير. بس انا اتكلمت زي ما قلت ايه رساله للناس ان شعار نادي الزمالك وفعلا جاب فلوس وناس من على مستوى الوطن العربي كله كلموني ان التيشيرت هندفع فيه اللي انت عايزه والتيشيرت يفضل ليك لان هو التيشيرت الوحيد اللي عندي من نادي الزمالك فبالنسبه لي غالي جدا. وفي نفس الوقت ناس ساعدوا جدا كتير وناس حطت مبالغ وكذا. فبعد كده انا بالنسبه لي بقى دي حاجه فيها جزء خيري ما ينفعش نطلع اتكلم واقول اصل انا عملت وسويت. بس انا كان المبادره كانت بالنسبه لي كان منها برضو رساله حقيقي رساله للناس ان لعيب الكوره كمان نمره واحد لعيب الكوره يقدر يساعد المجتمع مش المجتمع اللي بيساعده من بره الملعب. لازم ان احنا الناس اللي بتلعب دلوقتي تساعد المجتمع حقيقي. لان انت اللي سبوت عليك لازم تساعد الناس الناس اللي محتاجه كمان تساعدها الناس اللي يعني في حاجات كتير انسانيه كمان بقى لازم الرياضي يبقى بص لها. فاحنا رياضيين والناس كلها بتحبنا في الشوارع والجمهور لازم ان احنا نساعدهم كمان. فانا لما عملت كده انا شايف ان هي كانت حاجه جميله بس في ناس طبعا كانت بتنتقد وكل واحد بيتكلم وبيفكر بفكره هو او ناس تبعت تقول انت هتدي الفلوس دي للناس اللي بتاخد ملايين. دي حقيقه هم عندهم حق بس انا طبعا انا عارف قبل ما اتكلم قلت جزء هنا وجزء هنا عشان تحل ازمه وفي نفس الوقت عمل خير. هي مش بتحل ازمه هي جزء. مجرد رساله حقيقة. زي ما قلت للناس ان هي تعرف ان كل لو تكاتف مع بعضه اسم نادي الزمالك يجيب فلوس ولاد النادي يقدروا شعار نادي الزمالك يجيب فلوس وحاجات كتير. لكن طبعا الحمد لله ان المستشار رجع تاني وقدر ان هو يحل مشاكل الماليه ما بنسمعش دلوقتي هو جاهز ان هو يجيب اي لاعب لنادي الزمالك ما عندوش مشاكل ماليه ودي حاجه كويسه الاستقرار. ما هو نادي الزمالك محتاج استقرار مالي كمان حقيقة. عشان يقدر يدعم فريق والماده دلوقتي هي اللي بتلعب دور اساسي في اي مكان في العالم ان انا اقدر اصنع فريق كبير جدا بالفلوس اللي عندي والامكانيات اجيب لعيبه على اعلى مستوى جهاز على اعلى مستوى اوفر لهم كل حاجه. لو عندي مجلس اداره محترم وجهاز فني محترم ولاعيبه ليه ما اخدش بطوله؟ لكن لو في خلل منهم خلاص مش هكسب مش هبزرط. والجمهور عندي فالجمهور هو اللاعب نمره واحد. فانا شايف ان الزمالك الفتره الجايه دي مش هيبقى عنده مشاكل ان هو يرجع تاني وياخد البطولات. الروح ينقص الروح ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله احنا في نهايه لقائنا بنشكر حضرتك وجودك معانا حقيقي مبسوطين جدا بوجود حضرتك معانا وكاول لقاء تخصنا بيه كمدرب وبنتمنى لك دايما النجاح والتوفيق يا رب. الله باذن الله تبقى حلقه جميله والناس كلها تعجبها ان شاء الله.